السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسيمين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سارة الله وابن سارة والرتن الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وعليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم على يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت بقتالك. بأبي أنت بأمي لقد أزم مصابي بك، أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني تلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني لك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وعلى رسوله وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة وعلى الحسن، وعليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وعليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم عليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحر وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالبكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وأدب لمن آداكم. أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي لكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني تلب ساريكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. أسأل الله بحقكم بالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية
وابن آكلة الأكباء فاللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك لعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك صلى الله عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين بشايعت ببايعت بتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ببقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان على يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.